انا هطلع مني. السلام عليكم متابعين صوت العدالة. في هذا المكان كيف كنشوفوا هذه حفرة خطيرة جدا، العمق ديالها على حسب ما يقال يمكن اكثر من 10 امتار. ثم كيف ما كتشوفوا متابعينا امر خطير جدا، خصوصا على الوافدين في الليل فغادي تكون خطيرة جدا. هنا غادي نستنتجو وغادي نقولوا عندما تكون جمال الطبيعه وفساد المسؤولين. متابعينا الاعزاء، كي شفتوا الصور ان هذا الجبل صراحه كيشكل خطوره على الساكنه وخصوصا الزائرين اللي كيزوروا هذه المنطقه اللي هي عندها مستقبل سياحي ان شاء الله باذن الله. اذا انتم كتشوفوا العمق ديالو كبير، والجهه اللي صورنا ديجا توفوا 7 اشخاص على حسب المعطيات ديال الناس ديال هاد الدوار، والبهايم حاشاكم راه ماتوا بزاف لحقاش ما تيعرفوش داك الهوته وتيهبطوا فيها. مطلوب من السلطات ارجوكم التدخل في هذه القضيه هذه باش ما يبقاش يطيحوا الارواح لا ديال الحيوانات ولا ديال البشر، فاحنا في هذه الدنيا الا باش نتعاملوا مع بعضياتنا. اذا المكان مره اخرى غادي نذكر به، المكان الاسم ديالو دوار تيفيراسين جماعه راس القصر اقليم قرسيف. كان معكم ربيع الطحاني.